النظافه ما كاينش النظافه فقره هذا هي تطلق الوكالة الوطنية للنفايات حملة تحسيسية توعوية موجهة لفائدة الأطفال ولا موجهة للجمهور العريض. هذه الحملة هي عبارة عن قافلة ولا عبارة عن عرض مسرحي راح يكون في الجنوب الجزائري تزامنا مع عيد الاستقلال 5 جويلية عيد الشباب. فكرنا في أسلوب آخر اللي هو العرض المسرحي. كنا البارحة في ولاية أدرار، غدا إن شاء الله راح نكون في ولاية ورقلة ثم توقرت ثم ولاية الواد، وآخر محطة راح تكون يوم إن شاء الله 14 جويلية في ولاية بسكرة.